خوتي مغاربة صباح الخير عليكم. اليوم الحد 20 مارس 2022، غدا ان شاء الله غادي يبدأ فصل الربيع، يعني الورود والحياة الجميلة ان شاء الله كنتمناها لكم كاملين. كتعرفوا هاد البلاصة اللي انا فيها واد سوس، انا في عمالة انزكان ايت ملول حدا القنطرة اللي غدا ديال تيكيوين. كنت ذاك المرة جيت لهنايا وبينت الفضيحة الكارثة البيئية اللي كاينة هنايا، وكلشي مخليين داكشي هكاك كيتسناو الواد يجي ملي غادي يطيحوا الامطار وغادي يمشي داكشي كامل الشاطئ عندنا. واش كتعرفوا رجعت اليوم با داك الماء وداكشي كامل داك الخنز اللي كان هنايا راه كلشي مشى للبحر، وتزادوا البهيم اللي ميتين وكيلوحوهم هنايا. غالبا هذا المجلس الجماعي ديال انزكان والمجلس البلدي ديال ايت ملول ولا ما عرفت شكون كيجيو يلوحوا البهايم. يلاه معايا وغنجيبوا واحد الدوره، الريحه خانزه، المهم غنجيبوا واحد الدوره وغتشوفوا واحد الكارثه بيئيه. المسؤولين ما مسوقينش، المنتخبون ما مسوقينش، المجتمع المدني ما مسوقش. ما عرفت هاد البلاد كيفاش غاديه ولا كيفاش غادي نشوفوا المستقبل ديالنا وكيفاش غادي نناضلوا من اجل مستقبل افضل الى كلشي مربع يده وكيتفرج. انتما هالبهيمه الاولى ها واحد الحمار يلاه لاحوه، اوف على ريحه. ها هما جوج وحده اخرين، راه هو واحد اخر عود ثاني تحت القنطره. ها واحد العود، وبين ان الكلاب الضاله دازت هنايا. هنا جنبات الواد، ها واحد البهيمة عاوتاني، شوفوا الخناشي شحال. ها واحد البهيمة واحدة أخرى، شحال ديال الخناشي هنايا. ها بهيمة لهيه، واش هادشي معقول؟ شوفي كيحرقوا الأزبال. غنزيدو نتمشاو واحد شويه، حنا ديما جنب الواد. شحال ديال لي كوش هنايا، ها هما البهايم اخرين، ها بقرة، هنا بهيمة حرقوها، أزبال فين خواوها، بهيمة عاوتاني لهيه، مصيبة هادي. ديما جنبات الواد، كل شيء هادشي مرض للساكنه. زيدكم مازال البهايم غمشتين هنا بجنب الواد. شوفوا شحال ديال الزبولات، العافيه باقا شاعله اللي يمكن شعلوها بالليل. هادشي كامل واد سوس، وهادشي كامل غادي للشواطئ ديال اكادير. تلوت تسحبكم شي واحد مسوق لهادشي. شوف على كارثة بيئية، ومني تشوف الاخبار وتشوف الشعارات ونحن والمغرب والبيئة، ها واحد البهيمة لهيه فين حرقوها، البهيمة أخرى محروقة راهية. شوف على فضيحة جنب الواد، غير غيعمر شوية وهادشي كامل نازل لابلاج. شوفوا معايا دابا شارجما ديال الجاج، شوفوا ها هو عاوتاني، راه هو لهيه. واش ماشي فضيحة هادي؟ تصوروا معايا هادشي كامل الى جا الواد، كلشي هادشي غادي يتهرس وغادي يولي فتات وغادي يمشي للبحر. شوفوا لامباكت ديالو على البيئه، على الحوت، على الناس اللي غادي يعوموا، كلشي فضيحه هادي.
وهاج الدجاج عاوتاني. شوف شحال الخناشي والزبل، وهاكم شاد ديال الدجاج عاوتاني. شوف شحال شي شهر جمع هنا التخوات، واللي كيلوحو هنايا مجرمين صراحة، مجرمين. شوف شحال ديال الأزبال، ها واحد البهيمة ليه ريحة عاطية. الكلاب الضالة هنا فين كتجي تاكل. شوف شحال كلشي الخنز، جنبات الواد كيدايرين واد سوس. وهنا البهايم كياكلوا في هذا الشيء وغيشربوا هذا الماء الملوث، وغدا غادي نلقاوهم في الطباصل ديالنا مذبوحين وكناكلوا هذا اللحم الملوث. الله يدير لنا شي تصويبات الخير. كتعرفوا غير من البلاصه اللي وريت فيها البهايم لهنا كاينين تسعود ديال الحمير وديال البغال، العودان، بقر، اللي ميتين. زدت دابا حتى لهنا ها الدجاج عاوتاني. دابا السلطات المحليه شنو اللي كيمنع من تفتح تحقيق شكون لحد الدجاج؟ هما عارفين مالي المحلات ديال الدجاج، غنمشيو عندهم غادي يسولوهم في الاحتجاج ديالك شكون هز كيفاش، ويغرموهم، وخاص عقوبات زجريه لهاد الناس هادو، لان الدجاج منتشر في كل شيء البلايص، والتاثير ديالو على البيئه ولا حتى ملي غيوصل لبحر فرات الصغار راه مصيبه هذيك.